أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. وين نحن جايبنا لهون؟ عبادة؟ أبو عبادة قوموا بسرعة! آه يا ظهري! ولي أنا جايبني لهون؟ ولك ما بعرف! آخر شي بتذكره كنا بالحديقة، بعدين هجمت علينا عصابة وما عاد حسيت على شي طايف. طلعوا! شكله في حدا برا، أكيد نحن مخطوفين! بس أفهم، نحن جايبنا لهون؟ أنا جايبني بابا؟ أنت شو عم تعمل؟ قولك شو بكون؟ مخطوفين وقدامنا طالة حلوة، في أحسن من هيك هوايات طيبة؟ تروحوا دبروا حالكم مع العصابة أنت تتفرج منهم. لك أنت هلا ضروري وقت تتفرج هلا! نحن كلياتنا خطفنا، أنا بدي أفهم، مجودة وخدوج وينهم؟ طالما نحن هون أكيد هن هون كمان. بس شلون بدنا نعرف إذا هون ولا لا؟ وشلون بدنا نخلص حالنا ونطلع؟ طولوا بالكم، طولوا بالكم، شكله حدا جاي. أيوه، ومين هيك كمان؟ هلا أنا على حسب خبرتي. هاي شكله رئيس العصابة، سد بوزك انت، انا ليت مرة قلت لك انفك لا تتحشوا بكل شغلي. ولي هذا انت؟ لك زعيمة العصابة طلعت خدوج، الله لا يوفقك على هالتربية هي، مو بدك اياها اجت لعندها على رجليك، تفضلي. ولك خدوج ايش عم تعملي انت هون؟ عم بحكي معك احكي معي. شكلها هي منومة مغناطيسية ما في كلام. قولي ايش بك؟ ما قلت عارف وين حالك وين عم تلعب؟ انا ام عبادة على سن ورمح ولك هلا ما حدا علم عليك يخرب بيتك. قولي ايش بك؟ ايه ماشي يا دفش ماشي ماشي يا دفش ماشي. قولي ايش بك؟ لا تدفش محصور لا تدفش لا تدفش. ممنوع تطلع لبرا ابدا. ما راح اضرب على البيت طعم قلع. انا بفرجيك طول بالك يخرب بيته من حاله. ممنوع تطلع من هون. ما راح اضرب على البيت اطلع يخرب بيته خطرك محصور. ماشي ماشي حاج دفش دفني من هون. ممنوع تطلع لبرا. مالع خلاص مالع ما راح اطلع يخرب بيته شو المنظر هاد. بس افهم مش هالبنايه المهجوره هي. بس والله الطاله حلوه يعني ها. كله بسببك يا ام عبادة الله لا يوفقك، كان ضلوا طالعين على الحديقه خطفنا من هنيك. لك ايش هالمصيبه اللي وقعنا فيها؟ والله ما مصدقه. مجود وخدوج شلون بدنا نخلصهم؟ لحظه كانه ما في حدا هون، شكله راح. شلون بدنا نحل هالمصيبه؟ لحظه كانه ما في حارس علي. والله شكله ما في. قولي إني شنوك من بين عيونك قطعت لي النفس شي يخرب بيتك. شلون طلعت انت؟ شكله ما في حدا حارس علينا منوب او لما نزلوا تحت ياكلوا ولا شي. بابا وينه؟ انا بعرف بس اكيد هو هون. تعا ندور عليه تعا. والله شكلي رح اخذ لي غفه هون لاني نعست كثير. ام عبادة انت هون؟ يخرب بيتك من حالك ام عبادة. انا ما صدقت خلصت منك حاطيني لهون على اساس انا كثير متشرد. ام عبادة تعا ابوك هون كله بسببك. الله لا يعطيك العافيه، لو العصابه مخلصه عليكي ما كان ارياح انبسطتي. الله لازم نلاقي حل لهالمصيبه. خدوج قصه يلا ومجوده وينه ضروري؟ اكيد هن هون. بس شلون بدنا نخلصهم ونطلع كلياتنا من هون؟ ولا يهمكم انا عندي الحل، زبطت لكم خطه غير شكل. تعالوا لكم اياها. انا جاهز يا ابو عبادة. خبط يلا خليكي مثل ما انتي. بس اخبط واحد اثنين ثلاثة مشي الحال. يلا واحد اثنين ثلاثة. يخرب بيتك شنيتي
مات للساعة. لا يا غبي، هي ما ضربة موت، هي ضربة اغماء بس. خليني اشوف مين هيطول بالك. مجودة معهم بالعصابة؟ قولي انا مين جابني لهون؟ بابا بابا يخرب بيتك ولك، ايش عمل بحالك انت؟ انت معهم مع العصابة؟ العصابة امي عصابة ايه؟ خطفوني عمي، ما بقدر اتذكر شي منو. بس انا عرفت القصة، هدول عصابة شكلهم عملوا تنويم مغناطيسي للعيلة كلياتها، بس ما أثر غير على مجودة وخدوج. يعني قصدك خدوج معهم ومنومة مغناطيسياً؟ رح نرجع نعيد نفس الخطة. بابا أنت رجع أضرب، أمي جهزي حالك، رجع لورا، أنا رح أضربه هالمرة. يلا حشم ظهري كمان، حشم ظهري كمان، كله بابا أنا رح أخبط، خلصنا يلا. واحد اثنين ثلاثة. شي قينا بسرعة فرجينا منه هاي بسرعة. هاي خدوج نعمش. قولي انا مين جابني لهون؟ هلا مو وقت السؤال والجواب، لازم نطلع كلياتنا لبرا ما يحسوا علينا. يلا بسرعه. ما في حدا، لا تضيع وقت، يلا يلا يلا. قولي ايش في؟ ايش بكون؟ ايش بك مالك شايف الحراس اللي واقفين تحت؟ انا برايي نرجع نطلع. لا ما راح نرجع، راح نروح ونقاتل، نحن اكثر منهم. جاهزين؟ عند العد ثلاثة بتهجموا يا قاتل يا مقتول. واحد اثنين ثلاثة هجوم. يلا جايك بي. انا بيدي على حطيته هون وين اختفى؟